السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد في قناتكم قناة أحمد بن عطية. في فيديو اليوم سنتحدث عن 4 مواقع ستود الاشتراك فيها إن كنت من محبي موقع نتفليكس. فموقع نتفليكس قام بغزو الشبكة العنكبوتية في السنوات الأخيرة، إذ يقوم بزيارته يومياً عشرات الملايين من الأشخاص الذين يريدون مشاهدة الأفلام والمسلسلات والوثائقيات. ولكن وكما نعرف فإن الخيارات في بلداننا العربية تبقى محدودة أحياناً، لهذا حذرنا لكم اليوم هذا الفيديو الذي سنقوم فيه بالحديث عن هذه 4 مواقع. ولكن وكالعادة قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك. الموقع الأول الذي سنتحدث عنه هو موقع آيسفليكس. هذا الموقع الذي تم إطلاقه سنة 2014 وكان عبارة عن مشروع مشترك بين شركة سامسونج وشركة آيسفليكس، حيث قامت شركة سامسونج بالشراكة مع هذه الشركة الناشئة وقتها بالقيام بتحضير موقع يضعون فيه محتوى للأطفال، ولكن بعد ذلك تم رفع المحتوى ولم يصبح فقط محتوى للأطفال، إذ تم كذلك إضافة العديد من المسلسلات والأفلام من بوليوود وهوليوود وغيرها كذلك من المسلسلات والأفلام العربية. في بداية الأمر هذا الموقع كان مستهدفا وكان مقتصرا على البلدان مثل مصر والسعودية وتونس وكويت والبحرين وغيرها من البلدان التي لم تكن تملك الصلاحيات الكافية لمشاهدة موقع نتفليكس، ليقوم بعد ذلك هذا الموقع بالانتشار في جميع أنحاء العالم. ويمكن لكم الآن الاشتراك في هذا الموقع من أي دولة تتواجدون فيها بمبلغ لا يتجاوز 8 دولارات شهريا. الموقع الثاني الذي سنتحدث عليه هو موقع ويبو الذي أطلقته مجموعة قنوات OSN. هذا الموقع الذي شعاره أينما كنت وقتما شئت، وهذا الشعار يعني أنه يمكنك مشاهدة المحتوى الذي يوجد في هذا الموقع والتطبيقات التي يملكها أينما شئت ووقتما تريد، وبهذا فإنك تتمتع بالحرية الكاملة لمشاهدة محتوى هذا الموقع عبر هاتفك الجوال أو عبر حاسوبك أو عبر تلفزيونك الذكي. المنصة الثالثة والموالية التي سنتحدث عنها هي منصة ستارز بلاي. منصة ستارز بلاي التي ظهرت في بداية سنة 2015 والتي تميزت بأنها تقوم بوضع جميع حلقات المسلسلات التلفزيونية التي تمتلك حقوق بثها فور ما يتم بثها في التلفاز. ومن المعروف كذلك عن شبكة ستارز بلاي أنها تقوم ببث وإعادة جميع حلقات المسلسلات الرمضانية المصرية والسورية وغيرها من المسلسلات العربية، وقد تم وضع ثمن محدد للاشتراك في شبكة ستارز بلاي وهو كذلك 8 دولارات شهريا. الموقع الرابع والأخير الذي سنتحدث عنه اليوم هو موقع استيكانا. وإن كنت من مواليد الثمانينات أو التسعينات وتبحث عن مشاهدة البرامج القديمة فأنت بالتأكيد ستكون من عشاق شبكة استيكانا. فهذا الموقع يقوم ببث العديد من المسلسلات والكرتون الذي كان يتم عرضه في الماضي مثل الكابتن ماجد وسندباد وكاساندرا وغيرها من المسلسلات المكسيكية المدبلجة وأفلام الكرتون كما قلنا. ثمن الاشتراك في شبكة استيكانا هو تقريبا كذلك 8 دولارات، إلا أن المميز في هذه الشبكة كما قلنا هو نوعية المحتوى النادر الموجود فيها والذي يعيد لدينا الكثير من الذكريات. والآن وبعد أن انتهينا من هذا الفيديو يمكنك أن تكتب لنا في التعليقات ما هو أفضل برنامج قمت بمشاهدته على شبكة الأنترنت أو أفضل فيلم قمت بمشاهدته. وكالعادة إن أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناة، وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.